موجز أخبار الكومبيس من ستوكهولم، أهلا بكم. الشرطة تقول إن السويد أصبحت مركزاً لتجارة المخدرات في الشمال الأوروبي. كميات كبيرة من المواد الممنوعة يجري تهريبها إلى البلد ليتم توزيعها لاحقاً إلى نرويج وفنلندا وإرسال بعضها عبر البريد إلى أستراليا والولايات المتحدة. ظاهرة جديدة تنتشر بين الشباب السويديين بتداول مقاطع إباحية لأطفال. الشرطة حذرت من هذا السلوك وقالت إنه يؤدي إلى تسجيل اسم الشاب في السجل الجنائي حتى لو كان تداول المقاطع بغرض المزاح. خبير سويدي يتوقع أن تتصاعد الحرب أكثر في أوكرانيا اعتباراً من 9 مايو. المختص في الشؤون الروسية كريستيان غيرنر توقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاحتفال بعيد النصر حرباً شاملة ويتخلى عن مصطلح عملية عسكرية خاصة. باحثون سويديون يقللون من مخاوف تعرض السويد لهجوم عسكري إذا تقدمت بطلب الانضمام لحلف الناتو. الباحثون لفتوا إلى أن روسيا مشغولة بحرب كبرى في أوكرانيا ومن غير المحتمل أن تدخل حربا أخرى ضد السويد أو فنلندا. ومع ذلك قال الباحثون إن ما حصلت عليه السويد من وعود أمريكية بالمساعدة لا يعتبر ضمانات أمنية. مؤشرات على تراجع الطلب في سوق الإسكان السويدية بعد فترة طويلة من الإقبال المرتفع على الشراء. أرقام شهر أبريل الماضي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الفلل في حين بقيت أسعار الشقق دون تغير. إغلاق مدينة شنغهاي الصينية بسبب كورونا قد يؤدي على المدى الطويل إلى مشكلات في إمدادات الأدوية للسويد. شنغهاي تعتبر مركزاً تجارياً مهماً للعالم، وإغلاقها الكامل لفترة طويلة قد يؤدي إلى نقص في بعض أنواع الأدوية في السويد. تحقيق صحفي يكشف أن أفراد الشرطة أعلنوا حالة الطوارئ خلال أعمال العنف الأخيرة مدة ساعات دون أن يتلقوا أي تعزيزات. شرطي وصف ما حصل بأنه أكبر فشل للشرطة منذ أعمال العنف يوتوبوري عام 2001. ورئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون يؤكد أنه لن يصوت لصالح حكومة يشارك فيها حزب ديمقراطي السويد أستي. الليبراليون يوافقون على التعاون مع أستي بعد الانتخابات المقبلة، لكنهم يرفضون مشاركة الحزب في أي حكومة مقبلة. نهاية الموجز، أشكر لكم طيب الاستماع وإلى اللقاء.